من بدايته لنهايته. راح في عندي ناخذ سطح الشمس. سطح الشمس راح له درجة حرارة معينة، أنا بهمني في نقطة معينة على سطح الشمس في هون درجة الحرارة، هاي اللي هي حسب بولتزمان كونستانت. راح أفترض إنه الشمس بيرفكت بلاك بودي، إذا كانها بيرفكت بلاك بودي إيش راح أعتبر الإميسيفتي تبعتها؟ واحد. فبصير عندي E للشمس E sun بتساوي سيجما تي تو ذا فور، وتي إيش لازم تكون وحدتها؟ كيلفن. فعندي سطح الشمس 5770 78 كلفن درجة حرارة السطح. هذه طبعا مش درجة حرارة اللي الداخل، الداخل اعلى هاي جدا. انا بهمني السطح لانه السطح هو اللي عماله هلا بيطلع الاميسيف باور، والاميسيف باور تتذكروا ايش قلنا وحدتها لازم تكون؟ واتس بير سكوير متر. يعني لكل سكوير متر من السطح الشمس في عندي راح يطلع كمية معينة. هلا ستيفن هذا السيجما هو ستيفن بولتزمان كونستانت، وستيفن بولتزمان كونستانت بيساوي 5.668 أظن تايمز 10 تو ذا ماينس 8 5.669 تايمز 10 تو ذا ماينس 8، والوحدة عندي هون لازم تكون واتس بير سكوير متر بير كلفن تو ذا 4، واتس بير سكوير متر كي تو ذا ماينس 4، هاي وحدة ستيفن بولتزمان كونستانت. هلا رح ناخذ السطح، احنا قلنا السطح الشمس اللي هو على مكان معين من سطح الشمس اللي بهمنا درجة الحرارة بالكلفن تساوي هاي القيمة، إذا بصير عندي الإميسيف باور على سطح الشمس تساوي 5.669 تايمز 10 تو ذا ماينس 8 هذا ستيفن بولتزمان كونستنت، وبعدين رح ناخذ هاي بالكلفن 5070 للقوة 4، بيطلع معي الرقم تقريبا 63.2 ميجا واتس 63.2 ميجا واتس بير سكوير، رقم طبعا عالي جدا هائل. هلا لكن مش كل هذا بوصل لي، ليش؟ ايش السبب؟ في ضياع طاقة أحسن. لا في سبب أهم بكثير قبل الضياع. تشتت. كيف يعني ايش تشتت؟ يعني ما تتركز بس مثلا لا بالضبط، هذا عبارة عن سفير، هاي كرة شكل شهيك؟ لما بروح من هون الآن لسطح الأرض وراح أحط هون خط مرهيك رح يصير السفير أكبر بكثير مش هيك؟ فرح تتوزع الطاقة هاي كلها اللي موجودة هون الباور اللي موجودة هون بدل اللي هي جاي من هذا السفير اللي قطره هو قطر الشمس أو اللي قطره قطر الشمس رح يتوزع على سفير أكبر بكثير إذا رح تنزل المسافة مش هيك؟ رح تنزل بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للراديوس بس بالنسبة للراديوس ولا مربع الراديوس ولا مكعب الراديوس واضح السؤال؟ يعني انا كل ما ببعد عن جسم والجسم عماله بشع في كل في 3 دايمنشنز كل ما ببعد عنه عمالها تنزل الطاقه وين بدها تتوزع او حسب الكونزرفيشنال انرجي لازم ايش يكون عندي الميسيف باور اللي هون في السيرفس تبع السفير تساوي الميسيف باور هون في السيرفس تبعت السفير مزبوط اوكي واضح لان هي عم تتوزع كل السفير يعني كل كميه الباور اللي طالع عند النقطه هاي اللي مارة من هذا السفير تساوي كميه الباور اللي مر عند هذا السفير مش هيك بس لانه مساحه هذا السفير اكبر بكثير من مساحه هذا السفير راح يضل شيء بسيط مزبوط راح يضل شيء بسيط على هاي واذا بدك تفكر فيها بهاي الطريقه لو عندي سفير هون وعلى سطح هذا السفير عندي هاي وهي المركز من هون هذا لما بتوزع هيك راح يصير مزبوط اوكي واضح هذا اللي هون اللي كان مركز بهذا السطح اللي موجود هون عماله الان بتوزع على سطح اكبر بكثير اذا هذا راح ينزل مع مربع الراديوس اوكي او اذا بدك اضرب الاميسيف لو ضربت الاميسيف باور هاي بمساحه هذا السفير بتعطيني التوتال باور هاي التوتال باور اذا ما صار لهاش ضياع طبعا هون زي ما حكى محمد اذا ما صار لها ضياع راح تتوزع على سفير اكبر من هون اذا راح يصير عندي هلا بدي اذا بدي الراديوس تبع الشمس عند النقطه هاي اذا بدنا هذا الراديوس راح نسميه ار اس ايش بدنا كمان مسافه بين المسافه ما بين مركز الارض ومركز الشمس اللي راح نسميها ار اس اي ولازم ناخذ بعين الاعتبار اذا نكون دقيقين كمان رغم انه مهمل هذا اللي هو الراديوس تبع الارض بس هو الراديوس تبع الارض بالنسبه للمسافه بين مركز الارض ومركز الشمس صغير جدا بس راح ناخذ بعين الاعتبار طيب قديش المسافه ما بين الارض والشمس كيف ممكن نعرفها قديش باخذني الشمس حتى توصل ضوء الشمس حتى يوصل للارض تقريبا 8 هو عباره عن تقريبا 8
لايت مينتس مظبوط مش كثير استعمل لايت مينتس انا بستعمل لايت ييرز والقيمه هذه تقريبا 150 141 اذا هذه تساوي 141 600 000 كيلومتر واذا اخذتها بعين الاعتبار لو حسبتها بامكانك تطلعها من 300000 كيلومتر بالثانيه تضربهم في 60 وفي 8 تعطيني هذا الرقم اذا هذا هو بين المركز للمركز هلا راح اطرح منها شيء بسيط جدا اللي هو الراديوس تبع الارث الراديوس تبع الارث ار اي حوالي 6450 كيلومتر والراديوس تبع الشمس هلا هذا مهم الراديوس تبع الشمس لانه هو راح يتوزع على الطاقه اذا اعطيني الطاقه الكليه الراديوس تبع الشمس 695.800 اذا ار اس بيساوي 695.800 كيلومتر اذا انا عندي المسافه هاي اللي هون هلا لو ضربت هذا الرقم emissive power ايش وحدته؟ ميجا واتس بير سكوير متر لو مسحته لو ضربته في مساحه في المساحه تبعت هذا السفير شو بعطيني ايش الوحده بتكون؟ ميجا واتس اللي هي كانها ايش؟ كانها كل الطاقه الكليه او كل القدره الكليه اللي عم تطلع من الشمس الواتس مظبوط؟ وهذا هو نفسه راح ينقسم بعدين على السفير الكبير اللي من هون، هلا اذا بدكم ممكن نهمل هاي ممكن ناخذها بعين الاعتبار هلا بنشوف لانه طلعوا هذا الرقم ايش مقارنه بهذا الرقم؟ هلا بدك تاخذه خذه بعين الاعتبار بس حتى اسهل حسابات راح اعتبر هذا مهمل بالنسبه لها الرقم فعندي هذا السفير من هون لكن هو عماله بيتغير المساحه بتتناسب مع الراديوس ولا مربع الراديوس مربع الراديوس اذا عندي راح تكون الطاقه اللي راح توصلني او الاميسيف باور هاي الاميسيف باور اللي من الشمس بنسميها سولار الراديانس او مرات بسموها انسوليشن بس هي نوع من الاميسيف باور هي اي اذا ايش وحدتها بدها تكون كمان واتس بير سكوير اذا بحاله الشمس لان هاي جنب الشمس بنسميها سولار الراديانس وحدتها وهي اي هي نوع من الاي هي نوع من الاميسيف باور وحدتها واتس بير سكوير متر اذا راح يكون عندي اي على الارض على سطح الارض على فرض انه ما فيش عندي اي لوسز ما بين هون وعلى فرض انه عند النقطه اللي بطلع عليها الارث هذا ساقط عمودي مزبوط لو فرضت انه هذا الماكسيمم راح يساوي 63.2 ميجا وات بير سكوير متر هلا مضروبه في مربع الراديوسز مربع الراديوس بدي احط هلا طبعا الصغير بدي اخذ الصغير من هون اللي هو الراديوس تبع الصن اللي هو 6.95 ومقسوم على 1.4960000 بدك تحولهم لامتار بصير تحولهم لامتار بس هو المتر راح يشطب على المتر مش هيك؟ اه اكيد وكيلومتر على كيلومتر او متر على متر المهم انه ناخذ بعين الاعتبار التربيع التربيع من هون وهاي بتعطيني 1367 واتس بير سكوير متر هذا هو السولار الراديانس ان واتس بير سكوير متر اوكي هذا طبعا هذا ثيوريتيكال ايديا لو ما بصير غير عند لحظه لما بصير الشمس في السمت ونازله على 90 درجه لما تكون مايله طبعا شو راح اضرب؟ راح اضرب ساين او كوساين حسب ايش الزاويه اللي عم باخذها بعين الاعتبار بتنزل وإذا صار في عندي غيوم أو صار في عندي اتنويشن بسبب الأتموسفير إيش راح يصير؟ راح تنزل، مين بهمه هذا الرقم؟ مين بيهتم بهذا الرقم؟ الناس اللي بده ياخذ الطاقة مش هيك؟ بده يستثمر الطاقة الشمسية ولذلك نيجي على مناطق معينة في العالم بنقول هاي المنطقة مثلا، طبعا هم ما باخذوا هذا، باخذوا التوتال على سنة. فلما بضرب هذا في زمن شو راح يصير؟ هو وات، الوات عبارة عن جولز بير سكند اذا ضربتها في زمن شو رح تتحول؟ وهي هي مهمه هاي مهمه بالنسبه لمنطقه معينه باجي بقول هاي المنطقه في العالم الها مثلا اون افريج بالسنه مثلا 500 كيلو وات اور كيلو وات اور هي وحده انرجي بير سكوير متر اذا السكوير متر بالسنه ممكن يعطيني كذا كيلو وات اور طبعا زي ما حكيت هذه هون ثيوريتيكال هايبوثيتيكال لانه مفترض انه فيش عندي لوسز في الاتموسفير لا عندي غيوم ولا عندي ضياع في تشتت في الاتموسفير اوكي